كلية الهندسة التقنية أسست عام 2007، تضم قسم هندسة تقنية الحاسوب، تعنى بدراسة المعرفة التخصصية في هندسة تقنيات الحاسوب لإعداد ملاكات هندسية متخصصة. تمتاز بناية كلية الهندسة بقاعات دراسية مجهزة بمتطلبات البيئة التعليمية. الدراسة فيها 4 سنوات باللغة الإنجليزية للدراستين الصباحية والمسائية. يمنح المتخرج منها شهادة البكالوريوس في هندسة تقنيات الحاسوب تؤهله لممارسة مهنة مهندس حاسوب ولإكمال الدراسات العليا الماجستير والدكتوراه. جامعة الكفيل، إبداع وتميز ورصانة.